والسلام عليكم يا رجلة. والله الولد مش عارف كيفاش نحل معاكم الموضوع ولا نحكي معاكم. الولد راي بالرسمي اقسم بالله الساكورة باش ترجع. والله الولد والله حاجة بالرسمي توجع على الاخر يا اخي. كل شيء رجعته قارينا ما قعد شيء. الولد قبل ما نبدا في الموضوع ما تنساش تصليوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، لايك وفولو وبسم الله نبدا. ويو والله الولد حتى ويو اقسم بالله قلتها مش من قلبي. والله يا اخي اول ما عرفت الخبر يا اخي جاتني كالصاعقة. اقسم بالله مشني مصدق انه يعني بالرسمي الساكورة باش ترجع يا اخي. اسمع الولد انا اصلا حتى دليلها باش نقول لكم. لحظه الولد اشوف الفيديو معايا ونرجع لكم. ما تعرفوا شباب اللي الساكورا هو اشهر سكين في لعبه فري فاير. تو تقريبا 5 سنوات على اصدار لعبه فري فاير وسكين هذايا هبط مره واحده واللي كانت في الفاير باس الاول. وبعد تحريات قام بها اخوك من ديالين اتضح انه الساكورا باش يرجع على كيفاش باش يهبط ووقتاش باش يهبط ما عنديش حتى فكره. ولكن انا ناكد لكم اللي الساكورا راجع للجيم وعلى قريب زاده على القريب القريب القريب. وكما كنتوا تشوفوا معانا في كلام بيانيل اللي يعني مش حتى اي يوتيوبر، اذا يوتيوبر عنده قريب 8 ملايين يعني ولاد برجله يعني معناه حتى يعني مش قاعد يلعب ولا يتمنيك علينا ولا يمزح معانا اصلا حتى باش يقولنا روعه ساكورا باش يرجع. ما يعني اصلا هو يوتيوبر ما يستحقش يعني انه يجيب الفيات بسبب انه يقول ساكورا باش ترجع. هذا يعني بالرسمي يعني ناكد لكم يعني وكلامه كي قال على القريب 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 نضمن لك انا 100% يعني سمع الخبر يعني مش شركة ولا اي واحد ولا مطور من المطورين قالوا وهو خرج وصرح. يا اخي بالله والله مش عارف قارينا يعني علاش وصلت بها الحالة وتحت ترجع في السكينات. والله اسمع قارينا كان عينك تحب تطرد اللاعبين القدم وتقول لهم يا اخي ما عادش عيني بكم في الجيم ونحب نجيب جوارات جدد ولاعبين جدد. خويا ما يصيرش قلنا نخرج من غير ما تطردنا يا اخي بطريقة غير مباشرة تقولنا باش نرجع لكم الساكورا هاني رجعت الكريمينال. يكفي برجلة قارينا بالله يا قارينا يكفي بالله يا اخي. قداش مسكين رجعت بالله يا اخي فماش يعني جاز رويل برازيلي كريمينيل ساكورا اي حاجه حتى يا اخي الكبرى ما قعدتش عامين زيدوا رجعوا. ليت فماش حاجه ما رجعوهاش فماش حاجه فماش حاجه كلها يعني اي حاجه سياسه فلوس يعني قارينا عطيها فلوس. والله قارينا اذا مشكلتك فلوس اقسم بالله يعني خلينا ابعث لنا رساله تكل لاعب يعني يوميا يبعث لك 10 دولارات يوميا. وانتي وخر خلي ماش ترجع السكنات يا اخي يكفي بالله عليك يكفي. يا اخي شوف فورتنايت بالله يا اخي شركه كبيره وعظيمه العمر نهار رجعت سكين يا اخي. حتى لو كان ترجع سكين تبدل فيه وترجع ما تهبطوش كما هو. يلا هما تبدل فيه اللون ولا تزيد فيه حاجه برجله قارينا. والله يا اخي كرهتنا في اللعبه يا اخي. والله المشكله مش من فري فاير والله المشكله من سياسه قارينا اقسم بالله. يا اخي فري فاير لعبه اسطوريه والله ربي لعبه يعني مش عاديه وفيها يتلموا العبيد وفيها الاصحاب والاحباب. لكن السياسه نتاع الشركه يا اخي واضحه تطرد فينا من اللعب اقسم بالله يعني طريقه طرد غير مباشره. الولاد والله رجل يعني وصلت لاخر الفيديو وصلنا حتى الفيديو هذا يعني ما كنتش باش نهبط وما عينيش باش نهبط يعني خاطر الفتره هذه فتره دراسه كما قلت لكم وراني باش نهبط شويه في التنزيل نتاع الفيديوهات. الولاد خاطر برجله اني اضطريت اني نهبط ونشارككم الاخبار وحاجه يعني ما خلتنيش نشد روحي برجله على الاخر. اما الولاد نحب نقول لكم حاجه فما جانب يعني ايجابي من الفيديو نسيت ما حكيت لكم عليه. الولاد اني حبيت نقول لكم راه حلمي تحقق حلمي تحقق الولاد وجبت ال 50,000 متابعه. والله اسمع اسمع يا اخي والله مش نعرف كيفاش نشكركم اقسم بالله يا اخي. شهرين اللي فاتوا يعني قلت يا اخي اصلا انا شخصيا ايست وقلت يعني في اخي قعدوا شهرين يا اخي على نهايه سنه 2022 ومش بنجيب يعني ال 50,000 وكذا ويعني صعيب ياسر وقت انا كنت 4,000 شهرين اللي فاتوا يا اخي. تصوروا الولاد اني نوصل لل 50,000 والله الولاد يا اخي انتم بالرسمي تستحقوا الشكر. والله الولاد اصلا حتى ما كنتش في نهبط زاده وريت التعليقات وريت كل شيء وليت تشجعت وهبطت الفيديو ونحب نشكركم. والولاد هذا وصلنا يعني لاخر فيديو حبيت يعني نخلي الجانب الايجابي من الفيديو ما حبيتش نقول لكم الولاد اني وصلت ل 50,000 شكرا ليكم. لا الولاد حبيت نقول لكم في اخر الفيديو خاطر خبر الساكورا يعني حزين شويه وحبيت نوصل ل 50,000 يعني حاجه ايجابيه. حبيت ديما نوفي الفيديو بحاجه ايجابيه للولاد والحمد لله لكم يا ربي. وهوني يعني كما قلت لكم وصلنا لاخر فيديو ما تنساوش لا تخليوا لينا لايك وسبسكرايب وتصلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ملتقنا الفيديو الجاي دمتم في رعايه الله. ويو.